السلام عليكم، اسمي نسرين، استشارية دولية للرضاعة الطبيعية ومدربة معتمدة. بالنسبة للأخوات العزيزات اللي بيقولوا إحنا مضطرين نستخدم حليب صناعي، مثل ما قلنا استشاري الرضاعة أو مرشدات الرضاعة الطبيعية رح يساعدوك تخطي العوائق والصعوبات اللي بتواجهك بعد الولادة، وينصح عدم تدخل الحليب الصناعي، لأنه مجرد ما البيبي أخذ حلبة حليب صناعي يا إما طريقة الرضاعة حتختلف عليه، وطعم وتركيز الحليب الصناعي مختلف عن طعم وتركيز حليبك، فبيصير استسهال له، ومرة على مرة بيبدأ يخف حليبك لأنك ما عم تعطي تنبيه للدماغ عن طريق الرضاعة الطبيعية.